لكم لكل متتبعين قناة أخبار الفجر المغربية عفواً على منصة أو خشبة المسرح. معنا الفنان المسرحي سي زياد. شكراً. زياد لأنك تكلم لنا على مسرحية اليوم. أولاً نحن الصحافة والفنان المسرحي والأستاذ دحيم رئيس اللجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس مدينة قنيطرة نائب الرئيس نطل من هذه النافذة الصغيرة التي نطمح أن تكون نافذة كبيرة في المستقبل مع هذا الرجل الطيب، هذا الرجل يعني الفاعل، هذا الرجل الخدوم، هذا الرجل عندما تحمل مسؤولية الشؤون الثقافية والاجتماعية، وهذا هو اللي جعلنا أن نكتب شعارنا القنيطرة تتحرك، يعني يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الرجل الذي استطاع أن يعني يقنع الجهات المسؤولة على أساس أنها تقوم هذه المبادرة ديال دعم، لا نقول نحن كفرق مسرحية ولكن راه دعم أنشطة أخرى. يعني تقريبا كاين خلال هذه المدة ديال ما بين جوي وأوت كاين مجموعة من الأنشطة، كان مهرجان ديال التراث، كاين الآن مهرجان ديال المسرح، كاين مهرجان ديال الملحون، كاين المهرجان ديال القراءة والكتابة، واحد العدد ديال الغيوان، بمعنى ان كاين واحد مجموعه ديال الزواج الجماعي، بمعنى انه يذكرك طبعا بمعنى انه كاين مجموعه من الانشطه ستعرفها مدينه القنيطره لاجل ساكنه مدينه القنيطره الساكنين القارين، وكذلك مراعاه للجاليه القنيطريه التي تدخل لمدينة القنيطرة. فخصهم يلقاو واحد الحركية، خصهم يلقاو واحد مجموعة ديال الأنشطة، ما خصهمش يتنقلوا لمدن أخرى، فخص الفاعلين ديال المدينة أنهم ينشطوا هاد الناس. إذا نعود إلى هذه التظاهرة المسرحية، هذه اليوم الافتتاح ديال المهرجان المسرحي الدورة الأولى، نتمنى كيف قلت قبيلة نطلوا على نافذة أخرى أنهم تكون من دون حسبه الدورة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة إلى أن لقى الله سبحانه وتعالى. فعندنا أمل كبير أنه غتكون هاد النظرة وغيكون هاد وراني قلتها في الكلمة الافتتاحية على أساس أنه نخدمه الساكنة ونخدموا الفاعلين المسرحيين ونخدموا الثقافة جماعة كجمعيات فاعلة وكجهات مسؤولة كمؤسسة منتخبة في هذه المدينة. المسرحية ديال اليوم اللي هي مسرحية امرأة من زمر جود، هذه من تأليف وإخراج الأستاذ سعيد غزالة، أعتقد على أنها تتحدث بالأساس عن المرأة ومشاكل المرأة وعلاقة المرأة بالرجل وعلاقة المرأة بالإنسان وعلاقة المرأة بالكون وعلاقة المرأة بالله وعلاقة المرأة بالمرأة وعلاقة المرأة كذلك بمحيطها واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. أعتقد على أن الكتابة الروحية كانت جميلة من نظرتنا للمتفرج اللي ما غادرش القاعة على أساس أنه استمتع وتمتع بهذا العرض. نتمنى أن تبقى هذا الاستمتاع، لأنه غدا كاين مسرحية أخرى لجمعية فلور لايف تحت عنوان دار الرضواني، ويوم غد كذلك من بعد غد كاين مسرحية الحجرة للمشهد المسرحي، على أساس أننا سنختم هذه التظاهرة المسرحية ب سهرة متنوعة، وسيتخلل هذه الأنشطة كاين مجموعة من تكريمات لمجموعة من الوجوه الفنية المسرحية المتواجدة في مدينة قنيطرة. أنا عندنا ملتمس ونحن مع الصحافة ومعنا السيد النائب أنه ذكرت قبيلة واحد اللي نهدينا له، هذه فكرة جات اليوم لأنه مات وحتى واحد مات، يعني سي عبد الجليل البوصيري المؤرخ ديال مدينة القنيطرة والفاعل الجمعوي في مدينة القنيطرة. نتمنى أنه عندنا واحد مجموعة ديال الفاعلين المسرحيين والثقافيين المتواجدين في المدينة اللي هما لقوا الله سبحانه وتعالى، كيف نمجدهم وكيف نخلد أسماءهم إلى ما كانش عن طريق إطلاق أسماء
في مؤسسات تعليمية، في مراكز ثقافية، في شوارع كذا، نتمنى هذا أملنا. لأن هذا الشيء أنا كنقوله حيت حتى أنا كنتكلم على رأسي، أنا عندي 65 عام غدا نموت، رأت أنا بغي يكون الاسم ديالي يعني مخلد في مكان وخاف شقاع. هو راه هادشي يا تمنى هادشي انا كنعرفو، لانه سي الضحيم شنو هو الايجابي؟ علاش كنقول باللي راه غتستافد منه مدينه قنيطره، وتستافد منه المجلس البلدي بافكاره بافكاره وبمقترحاته. علاش؟ لانه داز رئيسا لجامعه، وداز رئيس ديال جامعه ديال السكنيه قبل ما توزع هاد المدينه. وكذلك كان عضوا عندما اجتمعت يعني الساكنيه مع معموره، كان نائبا الرئيس، بمعنى انه يتحدث معنا كرئيس. كان معارض. ايوه كان معارض. يتحدث معنا كرئيس ديال الجماعه، اللي من دوره انه ياتي بالافكار وياتي بالمقترحات وياتي بسميتو لتنفذ، ماشي كرئيس ديال لجنه. هاد لانه داز رئيس ديال الجماعه، افكاره التي يطرحها تنفذ، لانه كيعرفوا باللي راه هاد الكلام اللي كيقول راه صحيح، وهذا الشيء خصو يمشيو فيه المسؤولين. وشكرا نمر عبر نافذتنا الصغيره كما قلت، تتم عسى ان نطل مره اخرى على نافذه كبيره. سي الضحيم كلمه. اولا تشكركم على المكالمه بعد العشيطه ديال بصفة عامة، لأن النشيط إن شاء الله الرحمن الرحيم ستتوزع على طيلة الشهر إن شاء الله الرحمن الرحيم. كاين كما سبق السي محمد الزيات يمكن أنه طلع البرنامج ديال واش ككل، كنظن أنه أول تجربة أولا فيما يخص هادشي ديال الاحتراق والتحملات اللي خلانا ما نبقاوش هذوك المينا حتى طاو كهرية، بالعكس دابا ولات تستبد منهم الساكنه وتستبد منهم حتى الجمعيات وتستبد منهم المواطن ككل. هذه فيما يخص بالنسبه للبرنامج، برنامج هو طموح ماشي غير الثقافه. كذلك اليوم راه في الصباح راه كان سباق عن طريق بالنسبه للرياضه، بالنسبه حتى لذوي الاعاقه كذلك شاركوا فيه. من بعد ان شاء الله ما يسالي هذا المهرجان ديال المسرح غيكون اولا غنسمحوا للسي مهدي ما يخص البرنامج ديال المهاجر، من بعد غيكون ان شاء الله برنامج ولا المهرجان ديال الغيوان، الاخوان ديال الغيوان وداكشي تاهما لانهم خداو الدعم. كذلك من بعد الغيوان غيكون حتى بالنسبه للمهرجان ديال التراث الغرباوي الهايت وهلوم جرام من طرف السي حمزه. كذلك بالنسبة عندنا 20 أو 21 غوش، وإذا ستصادف ثورة الملك والشعب وعيد شباب المدينة إن شاء الله هتكون زواج جماعي إن شاء الله الرحمن الرحيم. قال واحد 21 أو 21 القضية ديال الزواج الجماعي داخلين فيهم الإعلام والفنانين مشاركين، حنا مشاركين مرحبا ماشي داخلوا لا مكرهناش السياسيين يدخلوا حتى هما بغيتو يتزوجوا ها خليهم راه مجوجين بالسياسة ما عندهم ما يديروا. عندنا بالنسبة للإخوان كنشوفوا أن بالنسبة للطابقة اللي هاد الشهر هي اللي ممكن أنها تستافد. واش غيتقدموا شي طلبات ولا؟ طلب ضروري من تكون واحد اللجنه ديال الانتقاء، لا بالنسبه للحاله الماديه لا بالنسبه كاين حتى ممكن انه يكون حتى موظف بعض الخطره، راه موظف راه بعض الخطرات يكون حتى هو راه موظف فقير 2000 درهم ولا 3000 درهم بالنسبه لهذا الوقت راه ما تنظنش انه غتسمح ليه الظروف على اساس انه يدير زواج في قاعه في واحد القاعه او عرس كبير. بالنسبه للجامعات تتيح له هذه الفرصه على اساس انه هل بالنسبه للمشكل ديال القاعه اي تحيد عليه المشكل ديال حتى بالنسبه لهادشي الاهازير وسميتو اللي تحيد عليه قصدك الموسيقى والقاعه. نعم نعم بالنسبه للاكل والشراب والحلويات بالنسبه لهم هما عرسان غيكونوا ان شاء الله الرحمن الرحيم اكيد. وحتى بالنسبه للسيد خالق دير واحد المفاجاه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولو ان دابا غنذكرها انهم بعد الليله ديالهم
يديهم المارينا سمير ان شاء الله ودوزهم بالباطو وعندكم شي حاجه اللي جمعت بقى لهم ذكرى خالده ان شاء الله الاحمر. تنظن انه ماشي في المتناول حتى بالنسبه للناس اللي اغنياء العمليه هذه. فدونك احنا بالنسبه لنا اللي تنطرحوا على اساس انه بالنسبه لهذا الزواج الجماعي تخلي لهم واحد ذكرى جميله جدا. وهذيك اول لابينه العام الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم تنوعدوا هذه اول خطوه من عقد في المجلس البلدي. وهذه بالنسبه لاول جماعه في المغرب اول جماعه كامل تدير هذا العام عقلوا راه اول جماعه في المغرب غادي تجوزكم من غير البرامج الخاصه اللي كانت تدير ما يكونوا محسوبين على المستقبل ديالك صح. حنا طبعا سي دحيم بغيناك التوقيت يعني الناس اللي غيجيو يقدموا الطلب يحطوا بان راه ما عندهمش بقى المساله متعلقه اولا لانه درنا شراكه مع هذه الجمعيه بقى تتعلق بامور تقدروا التوقيع ديال السيد العامل والتاشيره ديالو على هذه الاتفاقيه على اساس انه باش تطلق الحمله ونتمنى انه تكون اقرب الاجال لانه ما بقاش بزاف بقات 20 يوم ولا ما كان لا شيء. هاد العام هذه غنتلقى وحنا كنا بالعكس كنا باغي ندير واحد البرنامج ماشي غير انتقاء واجي تزوج بالعكس كانت تكون تكوينات تكون محاضرات بالنسبه لهاد الشبه اللي ممكن مقتبل العمر وممكن انه يحسوا واحد اخرى. كانت غتكون بزاف ديال البرامج اللي غتواكب هذا الزواج، كان الزواج كان غتكون هي الخاتمه. على يعني كنتو غديروا على شكل مسابقه. بحال كنا كنشوفوا داكشي ديال العروسه بحال داك الشكل بحال داك ممكن انه كانت غتبر حتى ندوات فيما يخص التكوين بالنسبه للزوج بالنسبه للزوجه كيفاش تكون كيفاش الاسره غتكون يعني ماشي غير الزواج ماشي غير لعبه ماشي غير لعبه دونك هذا هو العمليه. الوقت المهم تيداهمنا نتمنوا انه تكون في اقرب الاجال كذلك غيكون اول مره في قنيطره وهذه بالنسبه للمهرجان ديال المنحون ماشي سهل لانه كما تعرفوا ان بالنسبه للمنحون تقريبا هناك مدن اللي مختصه في هذا لا سيما المدن العتيقه تونس مراكش السلاخ هذو هما المدن اللي كانوا دايرين مختصين في هذا الطرف. الان قنيطره اول مره وهذه عبرت عليها الاخت فاطمه حداد على اساس انه كانت كفرقه وطنيه اللي كانت تتمنى انه كل دائما هما كانوا يعرضوا عليها كانت تتمنى انه تعرض عليها جاتها الفرصه على اساس انه اول مره عندها مهرجان في قنيطره وهذه ان شاء الله الرحمن الرحيم لاعبين اولى كذلك وغتكون مهرجانات اخرى بالنسبه للسنوات القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. سي دحيم انا اليوم خديت بزاف ديال المعلومات وكنظن اول صحفيه في قنيطره ولا في قناه في المغرب غتاخذ هذه المعلومات هذه ديال الزواج بالضبط. ردوا بالكم رانا اللي غنزوج وانا اللي الله يستر من طلق. هذه رساله للسيد العامل ديال مدينه قنيطره كنتمنوا على انك تعجل عجل لان الناس راه باغيين يتزوجوا وماشي باغيين يتزوجوا راه باغيين القاعه والحفله وداكشي راه كلشي فابور كنتمنوا انكم تقعدوا ديروا لنا شي فابور. وهذا ديالهم احنا ما عاطين حتى شي حاجه من عندنا هذا المال ديالهم ديال الساكنه لانه كما بغى يكون الحال الماليه ديال الجماعه فالمواطنين ديالها اذا انا ما عاطينهم شي حاجه. اذا ما انتم سي دحيم طبقتوا ديك القضيه ديال الخير راه يرجع لينا اكيد. شكرا لكم انتم شكرا سي دحيم على المعلومه شكرا لكم شكرا لكم تبارك الله عليكم الله يحفظكم شكرا لكم شكرا.